من التحليل معنا من السلوم مراسل التلفزيون المصري إلى هناك محمد عبد الله. محمد برحب بك، يعني حدثنا عن ما رأيته اليوم في منفذ السلوم الذي حدث به تطور كبير عن الفترات السابقة. يعني حقيقة تطور غير عادي، وده سواء بعيوننا احنا او بعيون سكان مدينة السلوم. هناك تطور كبير بتشهده مدينة السلوم رغم انها اصغر المدن المصرية، مساحتها 35 كيلومتر فقط، لانها لها أهمية استراتيجية كبيرة، هي المنفذ والطريق للبضائع المصرية الى المشرق العربي وايضا الى الاراضي الليبية. يعني لا يفصل او لا تبعد السلوم عن مدينة مساعيد في الحدود الليبية غير 10 كيلومتر فقط، ومن ثم لها أهمية استراتيجية كبيرة. هناك حفاوة كبيرة ورسائل غامة من لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأبناء محافظة مطروح هنا بمدينة السلوم. هذه الرسائل يعني بتأكد وبتعكس اهتمام الدولة وتساوي جميع المواطنين في كافة ربوع الدولة فيما يتعلق بعجلة التنمية. الكل يتساوى في التنمية، المواطن الموجود على أقصى نقطة في الحدود الغربية يتساوى مع أبناء القاهرة والإسكندرية فيما يتعلق بعملية التنمية. ومن ثم هناك يعني المعادلة وشواهد العيان تقول أن الجميع سواسية فيما يتعلق في عملية التنمية. أيضا محافظة مطروح بشكل عام شهدت طفرة كبيرة في المشروعات التنموية على مختلف القطاعات والأصعدة، غيرت كليات من شكل محافظة مطروح ونقلتها إلى نقلة نوعية غير عادية في مختلف القطاعات. أبرز النقلات اللي واضحة للعيان ما يحدث في قطاع السياحة، مدينة العالمين الجديدة وإزاي أصبحت مدينة سياحية عالمية، خطط الدولة لأن مدينة رأس الحكمة أن هي تلحق بمدينة العالمين بتطويرها وعمل السياحة في هذه المدينة بتعتمد على السياحة اليخوت، السياحة الصحراوية، السياحة البيئية، وبتستهدف أن هي تستضيف 3 مليون سائح كل عام. إذن إذا أردنا أن نتحدث عن قطاع التعدين، هناك عمليات تكرير واستخراج للغاز الطبيعي في محافظة مطروح، هناك تحرك على كافة الأصعدة في محافظة مطروح، ومن ثم تغير شكل الحال كليا، وبقي المواطن هنا في مطروح وفي السلوم يعني ينظر بعين الرضا وبعين الامتنان لما يحدث من اهتمام بالقيادة السياسية سواء على مستوى هذا اللقاء الغام أو فيما يتعلق بالتحرك على مستوى قطاعات التنمية المختلفة. نعم، يعني محمد، في لقاء السيد الرئيس اليوم بمشايخ مطروح والسلوم وسيدي براني كان هناك العديد من النقاط التي تم تناولها في اللقاء، يعني مثلا مشكلة المياه، مشكلة الكهرباء، النقل، ملوحة التربة التي حدثت في سيوة، تمليك الأراضي، ولكن اتسم هذا اللقاء بالكثير من الشفافية. إلى أي مدى يعني رصدت من الأهالي مدى تأثرهم بهذا اللقاء وعائده عليهم؟ يعني ظهر أن قلك انطباعات الأهالي ومشايخ القبائل والعمد والمواطنين اللي حضروا لقاء السيد الرئيس هنا في مدينة السلوم، كيف هي انطباعاتهم؟ أن اللقاء خرج وبعد تماما عن الرسميات واصبح لقاء القائد بالمواطنين هنا في محافظه مطروح، الاستماع لكافه ارائهم وكافه طلباتهم. هنا اهالي مطروح بيقولوا ان السيد الرئيس كان على درايه وعلم بكل ما يطرحوه من فيما يتعلق باحتياجات وفيما يتعلق بالحاصل، التطور الحاصل هنا في محافظه مطروح وايضا في مدينه السلوم، وهناك ارتياح كبير وتفاؤل كبير بمستقبل مدينه مطروح بعد لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأبناء محافظة مطروح، وهناك حالة من الاطمئنان أوده هذا اللقاء ما بين أهالي محافظة مطروح وهالة من الفرح والسرور بلقاء السيد الرئيس بهم. يعني مثلما أشرت هي نقطة هامة للغاية بأن السيد الرئيس يلتقي بأبناء محافظة مطروح في أقصى نقطة على الحدود الغربية المصرية، رسائل هامة لأبناء محافظة مطروح، رسائل هامة للعمد والقبائل بمدى
تلاحم أجهزة الدولة كلها، أعلى قيادة سياسية موجودة في الدولة تجتمع وتستمع لمطالب ولكيف يرى أبناء مطروح مستقبل هذه البلاد. هي رسالة غامة للغاية أو غيرت الكثير من الارتياح والكثير من الاطمئنان والكثير من الاستبشار فيما يتعلق بالمشاريع التي تتم على الأرض هنا في محافظة مطروح. يعني لو أردنا أن نتحدث بالأرقام، يعني في ميزانية 2020-2021 نسبة ما تم ضخه من الاستثمارات 13.3 مليار جنيه تم ضخه في مختلف القطاعات، ليس قطاع واحد ولكن في مختلف القطاعات هنا في محافظة مطروح. على سبيل المثال في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي تم ضخ 2 مليار جنيه، في مجال الطرق والكباري تم ضخ أكثر من 2014 ل2021 ما يزيد عن 6 مليار جنيه و200 مليون. تم إنشاء ميناء فريد من نوعه في مدينة النجيلة، وهذا الميناء هو ميناء ينقل مطروح نقلة نوعية للغاية، لأنه ميناء للبضائع، ميناء سياحي، ميناء للأفراد، وأيضا هذا الميناء به عمق غاطس فريد من نوعه أيضا 17 متر. نحن أمام تحرك من أجهزة الدولة على مختلف قطاعات التنمية في محافظة مطروح، وده اللي لمسه أبناء أهالي مطروح، وده اللي زاد ارتياحهم ونظرتهم أكثر للمستقبل بعد اللقاء اللي أجراه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هنا بمدينة السلوم بأبناء محافظة مطروح. نعم، كان هناك أيضا حديث عن إنشاء منطقة لوجستية عند السلوم. ما سوف توفر هذه المنطقة من نشاط تجاري، من فرص عمل أكثر لأهالي المنطقة وأهالي يعني ليس فقط يعني ناحية السلوم أو سيدي براني ولكن على امتداد الساحل الشمالي، كيف تلقاها الأهالي؟ عذرا سحر، أنا يعني لم أسمع السؤال جيدا. أتساءل عن الحديث عن المنطقة اللوجستية التي ستقام عند السلوم وما يمكن أن توفره من فرص عمل للأهالي ورد فعلهم على هناك حركة على هذا الأمر، كيف كان؟ يعني أنا سمعت بعض من السؤال ويعني على أساسه هحاول أنقل لك الصورة. يعني فيما يتعلق احنا في طريقنا من مطروح للسلوم، يعني المسافه بتستغرق تقريبا 3 ساعات ونص، ومدخل مدينه السلوم هناك حركه غير عاديه من البضائع، من مختلف البضائع بيتم نقلها عبر معبر السلوم الى ليبيا او الى اراضي المشرق العربي، ومن ثم نحن امام حركه كبيره من التجاره. بيتم الدوله بتزيد من هذه الحركه بتمهيد الطرق بعمل لوجستيات اكثر موجوده في محافظه مطروح. يعني هنا مثلما ترينا فرحه من الاهالي بوجود التلفزيون المصري هنا. نعم، هي فرحه الاهالي بهذا اللقاء. محمد عبد الله موفد التلفزيون المصري، كنت معنا من السلوم، شكرا جزيلا لك.